anything. We're going down. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا في فيديو جديد، وطبعا زي ما انتوا سمعتوا طعمية سخنة حلوة طازة بالظبط. ومن بدايتها كده هنلعب لعبة ملك الفلافل. نبتدي بقى نشوف. والله في الضحك. الفلافل والحمص والبطاطا والسلطة، حط يا راجل، حط حبيب قلبي، حط حبة كمان، زود زود. ايوه زود بقى، زود. قم باختيار الزبون حتى تعرف ما طلبه. قم باختيار الزبون حتى تعرف ما يريد. اقسم بالله لعبة من اولها كده تحس ان انت هتفضل روحك من الضحك. فالمهم نعمل له رغيف كده ياكله. فتمام مظبوط. الهدف المفروض يعني زي ما انا عارف الهدف 30 مفروض. المزيد من النقود المعدنية. تمام تمام. مش عارفة انا اللعبة معلقة ليه. اللعبة الصراحة انا اللي معلق يعني الصراحة. يعني لا يوجد الكثير من الاشياء داخل القطع، ولكن مع مرور الوقت لسه يعني لسه الموال جاي يعني. فالمهم انا رميت بالغلط السندوتش يعني في الزباله، وده حصل بالغلط طبعا. فالمهم معانا 10 جنيه نمشي بيها الحال والاحوال، ومعانا دلوقتي 19. وهو الراجل ده اجره كام عشان عايز افهم يعني؟ حرام يعني. مش عايز يا حاج، اشرب لك انت كوبايه شاي وخش انت عاد. تمام. وانا بالظبط مش فاهم اللعبه، بس انا يعني ايه بعمل له اي هبل في هبل، وبياخده وبيدفع فلوس زي عادي يعني. فالمهم ناخد احنا الهدف عندنا 30. هي مالها يعني؟ انا لسه فاتح المحل يعني، المفروض الناس تيجي، المفروض الناس تيجي. لغايه دلوقتي معانا 20 يعني. هو جنيه بس اللي زاد، ولا هو بيقل، ولا ايه؟ مش فاهم يعني. بس يعني الزبون ده عايز سندويتش ويتشوبيتش. فتمام نعمل له سندويتش كده ايه على السريع كده، وجامد طازه كده. امور حبيب قلبي. فالمهم عايزين نكسب كده اول جيم. اول جيم والله علينا. الله الله الله، جبنا الهدف الهدف الهدف. ايه ده يعني؟ كل ده كان مجرد تجريبية يعني، لسه حتى ما دخلناش حتى في المرحلة واحد. يا لهوي. يعمل بس ايه، اطلع كده واستعد الاحلام. شاورما والواقع الواقع الفلافل. مش فاهم يعني بس ماشي. حط يا اسطى حط. هي مش دي لعبة مصرية؟ ايه اللي جاب السعوديين فيها؟ نفسي افهم. بس المهم الحاج ده عايز سندوتش، نعمل له على السريع كده، على السريع على السريع على السريع كده سندوتش خرافي كده، ايه جامد من ايدينا. اتفضل يا حبيبي. الراجل ده عايز له سندوتش. خد لك. استنى. اتفضل وتعالى امسك انت. ايه ده؟
بص تعبير الراجل، الراجل كان هيعيط ولا ايه؟ بص بص. ايه يا معلم؟ والله لعبة جامدة. لعبة تضحك حلوة يعني. بس الراجل كان بص ولسه مستغرب يعني ايه اللي حصل ده، يرمي لي سندوتش في الباسكت. حاضر. فالمهم معانا صفر لغاية دلوقتي، بس يعني مش هاممني الفلوس قوي، يهمني ان انا امشي الناس دي وهي عايزة تاكل يعني، عشان ما تاكلنيش انا. فالراجل ده ايه، كان شكله كان عاوز ياكلني عشان شكله عامل زي الزومبي، فده كان الاحسن يعني الصراحة. ومشي الحاج بعديها ويجي جده تاني، مش عارف انا يعني كل شيء هيجي. فالمهم يعني ندي للست دي ونبتدي اننا نزود في البطاطس والحاجات التانية يعني اللي عندنا، طبعا متنوعة وانا مش فاهم حاجة خالص. بس المهم يعني ايه، وصلوا لنا الفيديو ده 10 لايكات. تمام، 10 لايكات عشان ننزل حلقة تانية او فيديو جديد منها. طبعا لسه بدري يعني، ممكن نغير المحل بتاعنا برضو. برضو يعني حاجة غريبة جدا يا باشا يا باشا. الوقت 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 حتى رخي كتير. 5 4 3 2 1 انجز يا عم انت، انجز 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 انجز. اوبا اوبا، لقد خسرت. الاحلام شاورما والواقع الفلافل. مش فاهم حاجة، حاطط لك علامة استفهام. فالمهم نبتدي اننا نعمل اول، برضو المطعم ده هيشلني من اول مرة ولا ايه؟ عشان الصراحة اتشليت، ولا عشان هو اول مرة العبها، ولا هو ايه بالظبط؟ انا لازم 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 اعدي المرحلة دي، اول مرة ما عدناهاش واحنا قدامنا يعني لغاية. برضو انا تعبت الصراحة. نفس الراجل اللي استغرب امبارح جه عشان ياكل السندوتش، ما يعني المفروض ما يجيش يعني، اصل انا رميت السندوتش بتاعه في الباسكت وبرده جه واستغرب يعني، حاجه غريبه يعني. بس المهم ايه، الراجل يعمل اللي هو عايزه يعني. فاللي انا عايز اعرف، الراجل اللي انا بلعب بيه ما بيمد ايده بيجيب معلقه، هو بيجيبها منين؟ مش عارف. بس المهم يعني ايه، هقول لغايه دلوقتي دي لعبه خيال يعني، اي هبل فهبل. فالمهم الهدف 50 50، واحنا لازم ان احنا برضو انا هتشل الصراحة، انا هتشل شل تشل والله، انا هتشل اكتر ما كنت هتشل في فيديو ثبت صنم، هتشل بطريقة. الوقت بيعدي، ناقص 40 ثانية. انجز يا عم انت انجز، معناش ال10، معلش ال10 جنيه. يو انجز بقى، انجز بقى، انجز بقى، انجز بقى، انجز بقى، اجري اجري. ايوه بقى، يلا خد بقى الفلوس، بس اعمل بس الناس دي الاول عشان ما تنرفز دي. يلا اجري اجري اجري. برضو انا تعبت انا تعبت انا تعبت. في ايه يا عم انت؟ انا مش فاهم، انا عايز افهم، انا مش فاهم، عايز افهم. يا لو الناس عمالة بتمشي، خسرت انا، خسرت حرام عليكم. زي ما انتوا شايفين خلاص احنا كده المفروض كده انجزنا، وكمان عملنا الهدف والله علينا، عشان بس ايه ما نزعلش جده. بس فنعمله ايه، الساندويتش ده على طول تيتا كمان، يلا بينا مش اشكال. فنعمله كده ايه على السريع، كده على السريع على السريع على السريع. مش لازم تدفعي ولا هات الفلوس ما لحقتش ايه. والله لعبة جامدة قوي، من حيث الضحك جامدة، من حيث الجرافيكس خرافية، تصدق خرافية خرافية. الطعمية مية مية، تصدق طعمية مية 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 مية. الله، يعني لعبة الصراحة فيها فكرة يعني للمصريين بصراحة. طب لو واحد طعمجي لعب اللعبة دي، مع ان الطعمجي في العادة ما بيتشلش في الحقيقة، هيتشل في اللعبة ولا هو ايه بالظبط؟ لا هبقى اعمل الاختبار ده بعدين،
هبقى اجيب فقر كده، ايه اختبار من الشلة ونبقى نعمل الاختبار ده. فالمهم نفس الراجل اللي استغرب امبارح يجي تاني وعايز سندوتش، مصر ان هو ياخد سندوتش، مصر برضو مصر، ده الطعمية مية 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 مية. فالمهم بقى ايه، نبتدي احنا نعمل لتيتا، انت دفعتي المرة انت خدت السندوتش المرة اللي فاتت وما دفعتيش حقه، انا فاكر انا فاكر انا فاكر. فالمهم يعني ايه، ربنا يحاسبها بقى، الله يسامحك يا حاجة هتشلينا. فالمهم انا لاحظت ان كان في مشكلة المرة اللي فاتت وحلتها، يعني ان في ورق بأرقام كده في عند مثلا البطاطس والسلطة وكده، يعني هو ده اللي انا المفروض احط الكمية، عشان انا كنت بحط اي هبل في هبل، يعني دي كانت غلطة. وزي ما انتوا شايفين جبنا 71 ضعف العدد، ندي لجده التاني، نديله اتفضل يا جدو وتسيب الفلوس. احنا كده كده ايه، خلصنا بقى ومش هنشتغل خالص، مش هنشتغل خالص، يلا سلام عليكم. ممكن نعمل بس ده عشان ايه، ما يقولش ده جدو التاني، مش عارف انا عندي كام جد انا. بس المهم يعني ايه، نبتدي ان احنا نديله وناخد الفلوس، يعني مش اشكال. فالمهم الصراحة بتضحك برضو. لعبة جامدة 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 جامدة. طبعا اللعبة، يا رب يا رب يا رب، ده لسه بدري لسه بدري لسه بدري. طعمية سخنة طازة جامدة، مش عارف ايه مش عارف ايه، مش حافظها بس جذابة قوي. قال ايه، طعمية سخنة طازة جامدة، مش عارف ايه، قال ايه، طعمية سخنة حلوة طازة، مش فاكر والله. بس هي جامدة الصراحة، عجبتني الأغنية نفسها، عجبتني. بس يعني ده يعني هيبقى فيعني زي ما كنت بقول، يعني دي حلقتنا معاكم النهاردة، وصلوا الفيديو 10 لايكات يعني، وأتمنى تكتبولنا في الكومنتات رأيكم عن اللعبة الشلل دي. وكان معاكم ميرو جيمنج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.